الامر عندي نوعين، امر مثبت وامر منفي، اللي هو امر ونهي، اللي هو مثلا ذاكر، اكتب واجبك، نام بدري. النهي اللي هو مثلا ما تتفرجش على التلفزيون، ما تلعبش في الشارع، ما تسهرش بالليل، ده اللي بسميه نهي او امر منفي. طيب بيكونوا من ايه؟ اول حاجه الامر عندي المثبت قلنا بيتكون من ايه؟ فعل في المصدر. يعني ايه فعل في المصدر؟ عشان الكلمه دي هنسمعها كتير بعد كده. فعل في المصدر يعني فعل بدون اي اضافات، اللي هو ايت، تتحط ايت زي ما هو، ما تقولش ايتس، ما تقولش ايتنج، ما تقولش ايت. فعل في المصدر في اصله زي ما هو زائد مفعول به، تمام. وطبعا ما فيش فاعل، لان الفاعل انا بكلمك انت. فالامر المثبت بيتكون من ايه؟ فعل في المصدر مفعول به. اما اقول لك مثلا ايت لانش، اتغدى، ستادي انجلش طبعا بتذاكر ايه غيره، مثلا بلاي تشيس، العب شطرنج، تمام مثلا. طيب الامر المنفي او النهي زي ما قلنا، اللي هو ان انا بنهاك عن انك تعمل حاجه، تمام، بيكون من ايه؟ دونت زائد فعل في المصدر برضو زائد مفعول به، تمام. فاقول لك مثلا don't play video games، don't watch TV، فاكش على التلفزيون، تمام. don't play in the street، متلعبش في الشارع. يبقى عندي الامر قلنا ايه؟ نوعين، مثبت ومنفي. المثبت فعل في المصدر مفعول، المنفي دونت فعل في المصدر مفعول. بس